خطفت الأنظار منذ البداية. الفنانة سلوى خطاب. ما في أي مشكلة صحية والحمد لله. أنا جاية لك سليمة، ما تخرجنيش عيانة. فحص شامل مع راغدة شلهوب. من 10 سنين لغاية دلوقتي القلب مدق للحب. والله نفسي أحب. اللي خليك تنفري من راجل؟ الأنانية. عبيك تتجوزي بعقلك هالمرة ولا بقلبك؟ والله يتجوز بس الأول. تعرفت للتحرش؟ حتى التحرش محرومة مني. البني التحرير. تحرشوا كل البنات إلا أنا. قفشت راجل؟ قفشت. مين بتعتبريها نجمة الإغراء الأولى برأي شباب 2016؟ هيفا ونسيتها كتير. شباب قد كده وخدود قد كده هيفا كده. لا مقصودش ما تدخليناش. بقول لك ايه، من السهل تخشي بعلاقه عاطفيه؟ انت لي صعب. كيف علاقتك انت بجوز امك؟ لما يتخانق مع ماما اقول له يا سيدي طلقها. بتقولي انه السينما اصبحت في ازمه من بعد ما منعوا البوس فيها. انت مش هتعدي اليوم ده على كده. علاقتكم كانت عامله ازاي؟ انا وجوزي قعدنا 10 سنين بنعرف بعض قبل الجواز. جوزك غير ديانته عشانك. انت مصره على السؤال ده؟ انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده. دام الانسان اللي عنده خرابيش زي ما دام سلوى كده قوي يبقى حنين قوي. فحص شامل مع راغدة شلهوب. الليله 10 مساء فقط وحصريا على الحياه.